فلا الإيمان ولا صنع المعجزات يمكن أن يثمر دون أعمال. أصل القول ده قد إيه مهم في تأكيد عقيدتنا الأرثوذكسية، أن إيمان بدون أعمال ميت ولا قيمة له، وأن نعمة بدون جهاد لا تصل بالإنسان للخلاص. أقول وتاني الجملة دي: فلا الإيمان ولا صنع المعجزات يمكن أن يثمر دون أعمال، يعني ما يدخلوش السماء من غير أعمال. لهذا يقول القديس بولس: إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة، المحبة دي العمل بقى، فلست شيئا. تسألون إذن من هم هؤلاء الرجال؟ مين دول اللي ممكن يقولوا باسمك صنعنا قوات ويقول لهم معرفكوش؟ كثيرا من المؤمنين قد نالوا مواهب مثل طرد الأرواح، مثل يهوذا الذي كان حائزا على موهبة مع أنه كان شريرا. مش يهوذا كان من الاثناشر اللي بيطلعوا شياطين؟ ونرى في العهد القديم نفس الأمر، أن النعمة عملت في أناس غير مستحقين بحيث تصنع الخير للآخرين. ربنا كان بيستخدم ناس بس هم ما كانوش أتقياء، بس بيستخدمهم من أجل خلاص شعب. لهذا لما كان الناس لا يناسبهم هذا الأمر، بل يحيا بعضهم حياة الطهر ولم يكن لديهم هذا الإيمان العظيم، بينما كان آخرون على النقيض تماما، فإن الرب هذه الأقوال يحث على إظهار مزيد من الإيمان، إذ يعطي البعض عطايا تفوق الوصف ليصيروا أفضل. يعني ربنا عشان يخلي الناس كمان تتوب ممكن يستخدمهم عشان يعرفوا قد إيه حنين، بس لازم يتعدلوا بقى، لازم يتوبوا.